إشكال، ولكن فتحوا النقاش خص التحكيم باش نتكلم بشكل واضح. إذا كنا اليوم بغينا نديروا تقييم للتحكيم الأفريقي ونديروا ونوضع الأمور ونخضعها للنقاش، فتحوا إشكال، ولكن فتحوا النقاش ونشوفوا شكون اللي هذه 20 سنة وتيستفد بالألقاب، سواء القارية أو يعني نتاع الأندية، لأنني لا أعتقد بأنه شي جامعة كتسخر ولا كتشتغل في الكواليس نتاع التحكيم باش أنها تخسر. أنا اللي في علمي أنه اللي ربحوا ماشي هما المغرب، هذه 20 سنة ما هو لا الفريق الوطني في مختلف الفئات السنية ولا الأندية الوطنية، بعد مجهود كبير هذه 5 سنوات تنحاولوا أننا الفريق الوطني ترجع للصعيد القاري والفريق الوطني ألف يرجع للصعيد القاري، نجحنا إلى حدود معينة، ولكن راه مازال الشيء الكبير. وإلا بغينا نتذكروا هذه 20 سنة نشوفوا شكون اللي ترأس لجنة التحكيم، وأنا نقول لك شكون اللي ترأسها. ترأسها اليوم يترأسها السي وبيري من جيبوتي، قبل ترأسها السي طارق بوشماوي من تونس، وقبل ترأسها الإخوان المصريين، وهذا دون الخوض والحديث عن الناس الذين يشتغلون داخل كل الأجهزة المدبرة لكرة القدم الأفريقية. أنا اللي طالبت باش الفار يطبق بصورة شاملة وتلقائية لكل اللقاءات الرسمية، سواء تعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية أو بالأندية. وأنا ما زلت أتشبت وأقول له ولغيره أنني كنت وراء استعمال الفار، ولكن اللي بغى يعطينا الدروس ما خصوش يقبل الأخطاء التي تسمح بكرات تعدت خط المرمى بالأمطار، تعدته بالأمطار، وبفضل هذه الأخطاء أتأهل، ويجيش يعطينا الدروس ولا يعطينا الموعد على أي. أنا قلت لك لن ولم ولن أسمع، وقلتها وسأقولها مرحبا بالجمهور المصري العربي الشقيق في بلده الثاني المغرب، والمغرب الذين لا يحتاجون إلى أحد للتذكير بتاريخهم الذي يمتد لأكثر من 14 قرن من الحفاوة وكرم الضيافة والتاريخ والمشاركة في الحضارة الإنسانية بفعال، ولكن في أخوة وتلاحم. وكرة القدم ستلعب فوق أرضية الميدان، وسأكون أول من يهنئ الفائز بالكأس سواء من موقعي داخل الكرة المغربية أو الكرة الأفريقية. والنقاش في الأمور الأخرى أنا مستعد في أي وقت من الوقت. أما فيما يخص التحكيم باش نتكلم بشكل واضح، إذا كنا اليوم بغينا نديرو تقييم للتحكيم الأفريقي، بارك الله على القجاع، بارك الله على بوريطة، ونخضعوها للنقاش، ما عندي حتى إشكال، ولكن نفتحوا النقاش ونشوفوا شكون اللي هذه 20 سنة وتيستفد بالألقاب، سواء القارية أو يعني نتاع الأندية، لأنني لا أعتقد بأنه شي جامعة كتسخر ولا كتشتغل في الكواليس نتاع التحكيم باش أنها تخسر. أنا اللي في علمي أنه اللي ربحوا ماشي هما المغرب، هذه 20 سنة ما هو لا الفريق الوطني في مختلف الفئات السنية ولا الأندية الوطنية، بعد مجهود كبير هذه 5 سنوات تنحاولوا أننا الفريق الوطني ترجع للصعيد القاري والفريق الوطني ألف يرجع للصعيد القاري، نجحنا إلى حدود معينة، ولكن راه مازال الشيء الكبير. وإلا بغينا نتذكروا هذه 20 سنة نشوفوا شكون اللي ترأس لجنة التحكيم، وأنا نقول لك شكون اللي ترأسها. ترأسها اليوم يترأسها السي وبيري من جيبوتي، قبل ترأسها السي طارق بوشماوي من تونس، وقبل ترأسها الإخوة المصريين، وهذا دون الخوض والحديث عن الناس الذين يشتغلون داخل كل الأجهزة المدبرة لكرة القدم الأفريقية. أنا اللي طالبت باش الفار يطبق بصورة شاملة و
قوتي القادية لكل اللقاءات الرسمية سواء تعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية أو بالأهلية وأنا ما زلت أتشبث وأقول له ولغيره أنني كنت وراء استعمال الفار ولكن اللي بغى يعطينا الدروس ما خصوش يقبل الأخطاء التي تسمح بكرات تعدد خط المرمى بالأمطار تعددت بالأمطار وبفضل هذه الأخطاء قد أحل مش عطنا الدروس ولا عطنا الموعد على أيه أنا قلت لك لن ولم ولن أسمع وقلتها وسأقولها مرحبا بالجمهور المصري بالشقيق في بلده الثاني المغرب والمغرب الذين لا يحتاجون إلى أحد للتذكير بتاريخهم الذي يمتد لأكثر من 14 قرن الحفاوة وكرم الضيافة والتاريخ والمشاركة في الحضارة الإنسانية بفعال ولكن في أخوة وتلاحم وكرة القدم ستلعب فوق أرضية الميدان وسأكون أول من يهنئ الفائز بالكأس سواء من موقعي داخل الكرة المغربية أو الكرة الأفريقية والنقاش في الأمور الأخرى أنا مستعد في أي وقت من السنغال بعد انطلع مسؤول سنغالي لما سمي هذا السؤال آخر يوم أنا قلت امبارح ملعوب وما زلت عند رأيي ملعوب قال لك أصل الحقيقة إحنا عندنا التزامات كتيرة كده أولا إحنا بنستعد لكاس علاش درت لكم هذا الشيء ودرت لكم البوكسر هذا البوكسر واحد الاستوار زوينة تقريبا أنا كنعرفها من زاني 70 جو كخوا 74-75 وكتحكي على واحد لونفون برليم نو مور دان بوي باقي صغير وخرج يغامر خرج يقلب على خدمة تلاقى مع لي زيترونجي وبقى كيمشي مع فورينير سترانجرز ستاسيون ستاسيون لي تران ديك الساعة كان تران كعرف كاتريام وكيمشي من بلاد لبلاد وكيقلب على خدمة كيقول لك دي جيف نو اوفرز ما لقى حتى خدمة وكيبات والبرد كيضرب فيه ديال نيويورك ويتير سيندر وكيقول ليه رجع لداركم البرد ديال نيويورك كيقول ليه رجع نيويورك صعيبه مدينه صعيبه بزاف الناس كتبات برا تشرد وصعيبه سيتين غوند غوند سين غوند ميتروبول كتقول ليه بليدي مي جوين هوم جوين هوم رجع ما المهم بغى يكمل مشى ما لقاش خدمه خدم بوكسور دار بوكسور كياكل في العصا اللي كريني سنت بوكسر اند فايتر سيري مايز كيقول العصا وكيقولوا ليه خرج برا خرج برا حيت ما عرفش ما يعرف يدير لابو بغى غير يخدم كتبتها هنايا ان ذا كلينس هادي راه كاتبها في 76 ربما هاد لا شونسون باقي الخط ديال 76 عندي واحد الجورنال كنجمع فيه ان ذا كلينس سينز ا بوكسر اند ا فايتر باي هيز تريد اند هي كاريز ذا ريمايندرز اوف ايفري جلوف ذات لي هيم داون كيرجع كي بغيتي تفكر اي كروشي كياخذو كيطيح ليغو اي دقه كيطيح على الارض تيل تيل هي كرايد اوت تيغوت تا كيغوت تيك هيم داون عاد كتجرحو كيسيل ليه الدم تيغوت فهمت كيبقاو يغوتو عليه يقول يخرج من نيرفي كيخرج كيقول لهم اي ام ليفين اي ام ليفين بات ذا فايت ستيل ريمينز شنو المعنى ديالها انا خاوي خاوي الرينغ ولكن الحرب مازال غاديه مازال لا لي سادير لا ليت بور لا سيرفي باش يعيش باش يخدم باش يقلب على لافونير ديالو هذا ميساج صحاب راكدا وتمونجي اللي كيحسبوا كلشي سهل ومنهم هذا اللي نجح القجع القجع راه داز مراحل 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 القجع راه مدوار راه منه واحد تفو غلت الدوار ديالو راه هو الدوار ديال اكلكو با ديال زياش اكلكو با ديال بن صالح اكلكو با بزاف ديال الشخصيات كاينين تما تفو غلت تفو غلت طرح كافي مور بركان عطات دونك C'est pas la peine. Donc, il faut travailler, travailler. Ou tahiya l'qja, ou tahiya l'qja, ou tahiya l'borita, li b'tahk, li t'tahka diyalou marradatoum, galak, mshay d'ahak. Ana mshay d'ahak, ra hadik, khassak t'qra hadik d'ahka. Ila t'arif l'marketin, l'maghrib, blad l'istiqbal, shnou galak l'qja.
14 القرن من الحفاوه وحسن الاستقبال. 14 القرن خطير القجع، 14 القرن من الحفاوه وحسن الاستقبال. حنا ما عمرنا خدينا شي حاجه بيستون، عمرنا خدينا شي كوب دافريك بيستون، عمرنا ديما حنا مظلومين في البطوله، مظلومين في البطولات ومظلومين مع الجزائر، مع الجزائر جزائر جزائر مع الجزائر. المشاكل المشاكل من نهار اللي ما خلاوناش نرتاحوا. حسن الثاني مسكين الله يرحمه قتلوه بالفقيس كيهضروا يمسح في العرك، وهو ماشي غير شد وقال لك ليعلم العالم ما عمل حشرنا الله في الجوار. هذاك راه حكيم، راه ما يمكنش يقول شي حاجه بشي حاجه هكذا، لا ينطق على الهواء، هو متمكن. وهذا ديال اليوم الله ينصر طول عمره قال لك اللهم كثر حسادنا، اللهم كثر حسادنا، بحد كثروا الحساد ديالك وانت زايد المشاريع المشاريع المشاريع. قال لك المغاربه كيقولوا محدك حاطيني والله عاطيني، حدك حاضيني والله عاطيني. اذا تحيه كذلك لعمر هلال اللي كيعرف كيفاش يهضر لونتومون، كيدوز الميساج قال لي واش نتوما تتهضروا على الحر، نتوما اخر واحد كيهضر على الحريه وعلى حقوق الانسان وعلى المهم راكم عارفين شنو واقع عليه. سي با لا بين نعاود الهضره ديالكم، سمعتوا شنو قال، وانا راني عشت معاهم عارف كثار وكثر وكثر وكثر، فهمتي؟ ضيعوا شباب وشباب، طلعوا ربعه د الاجيال، ربعه د الاجيال، ربعه د الاجيال اللي طلعت في تندوف، ربعه د الاجيال تقريبا ديال 12 عام 13 عام اللي حياتهم ضاعت. تينيجرز تينيجرز فين يبدا يفرح ويلعب كره ويحلم كيدخلوا العسكر، 12 عام 20 كيدخلوا العسكر. زوج الاجيال ديال 22 عام 23 عام اللي تزوج، ربما انا تزوجت 24 عام باش دير لافونير ديالها، كبرت تماك في القاهره، لا مستقبل لا حاضر لا ماضي لا والو، حاجزينهم تماك، ما عندهم لا بطاقه لا ديال اللاجئين، ما عندهم حقوق. شكون هما ولاد بني عمهم اللي تماك هما اللي عطيهم لي باسبور وكيسافروا عبر العالم، لانهم كيتيقوا فيهم ما يقدروش يعطيو لواحد اصلي مغربي ديال بصح غادي يسلت ليهم، عاطين غير ديالهم لوريجين ديالهم اللي عاطينو الباسبور يخرج برا ويمثلهم، اللي عندهم الثقه فيه تما انهم ما يبيع لهمش الماتش. خدموا لي زاسبيون، راه لي زاسبيون عندنا هنا الخير يعني، وهنايا كاين دي زاسبيون يفو فيغ تخي اتونسيون. دوله فيها 40 مليون كيكرهك راه ماشي سهله، خصك تكون قوي. علاش كنقول لكم انا كنكعاوكم خصكم تضامنوا توجدوا المستقبل، تقريو ولادكم على ما الوقت ماشي هانيه، راه حداك ان مين ان بومب اغوتاغدومو كيقولوا لها ان بومب اغوتاغدومو، 40 مليون دو لوتر كوتي دو ليست كيكرهوك وكيتمناو يقبروا لك المملكه ديالك، وكيكرهوك لانك سبب واحد، لانك انت احسن منهم. It's the end. You are the best in the north of Africa or Africa all Africa. تي لو ميور دو لافريك وما كتعادي حتى واحد. سي سا لا غيزون. اذا كنحييكم، هذا غير ميساج توجور لو ميساج دو تخوا فيديو، با اوبليجي انا باش تبعوني، تبعوا الناس اللي كيفهموكم. انا حكيت ليستواغ ديالي، حكيت شنو كاين تما، كنقول لكم وحده زوج ان دو تخوا 3 2 1 0، ما يبغيوكمش بوان سي تو، ما يبغيوكمش والله، وتعطيهم مصارنك اي تو فاتيك بو ريان. نعطيكم غير واحد السبب، المغرب فيه ما يستقبل المعارضه في الجزائر، في ديال الجزائر ويدخلها للمغرب، يعطيهم نافذه من يهضروا زيطوط ولا عبود ولا سما. المغرب ديجا غدروه عبد الحفيظ بوصوف، فين دار المخابرات ديالها؟ فين كون اول جواسيس كونهم في المغرب؟ لا ام بي لارمي ناسيونال بوبولار فين تكونت؟ في المغرب. الداخليه فين تكون؟ في المغرب. الخارجيه فين تكون؟ في المغرب. الدوله كلها لوغانيغرام ديال الدوله فين تكون؟ في المغرب. لقى معاهم الخير عادتي اليوم لا 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 السياكل 21 نجيو حنا نتقولبو نديرو لهم هنايا باش يعارضوا بلادهم باش من بعد كيتقواو ينوضوا عاود يديروا لنا. لا 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 امانو اوكين كونفيونس. الناس اللي خضروا المغرب هما اللي كلاو الطعام ديالو، اللي كلاو في الطعام ديالهم، اللي نعسوا معنا وقسموا معنا فراشنا وهوانا واسرارنا وعرفنا علاش طالعين ودخلوا ليه وزرعوا الكراهيه ضد المغرب. دونك اتس نو يوز تو ويست يور تايم تراين تو كونفينس مي ذات وي هاف تو بي برادر برادر ويز ذيم. اتس نو يوز تراي تو بي برادر ويز موروكان. والتضامن علاش كنقول لكم ديروا لي لايك، بحيث كي كدير لي لايك بزاف اليوتيوب ما يحيدلكش، كيقول هذا الفيديو راه كيسينياليو على بطل الفيديو راه مقبول. بعض المرات كيديروا شحال من فيديو ديالي كيديروا لهم دي سونداج كيسولوك عليهم على المحتوى،
alors s'il vous plaît que un ou واحد اخر لي لايك vous ne payez rien بلي لايك كنشوف مثلا 800 فيو وي 800 فيو خصني نلقى على الاقل 50% 400 لايك ما يمكنش واحد شاف وما حامل اذا ماشي المغاربه اللي كيشوفوا ربما هذا هو الشكوك اللي كتجيني كنشوف 1 كان ما كيشوفوش فيا بزاف مش عارف علاش المهم 1 ولا 2 ولا 3 سا دي بون بعض المرات كنوصل كنوصل جو كومبرون انا ما انا جو سي با ناجح بعض المرات كيدير دي فيديو عاديين جو في با ليكسيبسيون بحالي بحال عباد الله وكاين احسن مني بزاف في يوتيوب غير هو موان تو سوي تيموان ما غاديش يمكن انا نعاود واحد اخر دارها لاخر وديرها انا ونديرها انا لا انا كندير انا حوايج ديال خاصين بيا كنديرهم ما يمكنش اللي داروا فلان وفلان وفلان انا نعاود ليه شاكا سون ستيل شاكا وبزاف ديال ستيل اللي كيعجبوني كيعجبني لو ستايل ديال حاتم رابط فيه غليمور وكيدخل المعلومات وكيبروفوكيهم وكيلوح لهم لي بغاز دوك لي لارف ديال البولكان كيقيسو سي نورمال التحاليل ديال العلميه ديال بعد ليستوار ديال السنايبي كل واحد وعندو لي كاليتي ديالو فهمتي كل واحد وعندو ولكن انا جو سوي كابتي موا ما عنديش ان بروغرام نديرو معاك ندخل معاك نهضر معاك انا غير نعطيك الطاقه الايجابيه سي تي فو فهمتي نضحكو ونقصرو بحال القصايف في الدار ما عنديش انا ان بروغرام بالمقدمه ديالو نقولك ها شنو غادي نقول صافي كوم سا بان لي القجع هضر مزيان دوزتكم الميساج شحال القجع عجبني قال لك فوق 14 القرن ديال الحفاول سي اولا بيان بارلي الى بيان بارلي المغرب حنين تبارك الله عليكم وشوف سي فو فولي بالنسبه لي جون سي فو بلي قراو ليستوار ديال ذا بوكسر قراو ذا بوكسر راه زوينه تعلمكم لونجلي بوغ لي جون ولا لي بارون عطيوها لي جون يقراوها ذا بوكسر من بعد نعطيكم دوت شونسون اللي هما كيعطيو المورال وكيقويو لا فولونتي كاين كرام ناش كالينيونغ كاين ل ما تنساوش ان هاد الفولك سونغ راه بوبلينا الى ليبيغي ان بريزوني كان غيتعدم كان غيمشي لاشاز الكتريكا اخر لحظه ستوري اوف هاري كي This is the story of a hurricane. Man, تبع الأغنية. دابا المشكل ديال اليوتيوب تي بو با شونتي. أنا اش درت أنا غنيت هاد الأغنية شوية غير أبروكسيما باش نديرها 100% باش ما يروبيريوهاش اللوجيسيال ديال لوا دوتور ودوزها مع الديسكور ديال القجع. دونك هاريكين لأنه وودي غيتري كان كيغني على لا ليبرتي دي نوار. كاين بوكو دو شونسون قيين. الناس تعلموا بكات ستيفنز. فادر انسونس تعلموا بلا تيت بي تعلموا ايماجين اول ذا بيبل ديال لا تيت بي ديال البيتلز بول ماكارتني تعلموا ايماجين ذا بيبل ديال جون لينن تعلموا هاو ميني روتس هاو ميني مان هاو ميني روتس ماست مان ووك داون ديال بوب ديلان تعلموا لونجلي وتعلموا لا ساجيس اذا كنحييكم و على بروشين فيديو وقيلا منا شويه مسالين تبارك الله عليكم وشكرا للقجاع وشكرا عمر هلال شكرا بوريتا وشكرا تو لي كومبوزون ديال المسيرين وشكرا للمغاربه كذلك اللي كيتعاونوا مع بلادهم كيبغيو بلادهم والجاليه المغربيه على الخصوص اي لاف يو بومبي عرفتي شي مغني كيطلع لا سين داك ديال وودستوك ما عندوش بروغرام كيبقى عليهم اي لاف يو لاف يو كيبقى ملور يقولوا ليه واه بقى يغير يا ما يفيقوا فيه بحال جوكوكار وداك كيدخل نتلت أما لا يدي يغني تبارك الله عليكم